السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. المصافحة للمرأة الأجنبية ما حكمه؟ هو حرام. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يد امرأة قط. وفي جامع الترمذي عن أميمة بنت رقيقة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إني لا أصافح النساء. نعم وماذا؟ وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واليد زناها البطش والريب زناها المشي والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وروى الطبراني في معجمه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأن يطعن احدكم بمحيط من حديد في راسه خير له من ان يمس امراه لا تحل له.